أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات العرب والأجانب وسط اتجاه بيعي للمتعاملين المصريين، حيث ارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 0.7%، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91%، وأيضا زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 69%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية بالصوت والصورة دائما، أهلا بك مينا. تفاصيل هذا الإغلاق على ارتفاع جماعي كما بدأ اليوم. نعم، صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم مع تقليص نسبي لبعض المكاسب الصباحية، خاصة من جانب المؤشر الرئيسي مؤشر EGX30. بشكل عام جميع المؤشرات استقرت داخل المنطقة الخضراء منذ مستهل التعاملات وحتى إغلاق جلسة اليوم. أما البداية بالمؤشر الرئيسي مؤشر EGX30، فخلال مستهل التعاملات كانت نسبة الارتفاع من جانب المؤشر الرئيس تجاوزت 55% بالمئة صعودا، ولكن مع مرور جلسة التداول استقر المؤشر داخل المنطقة الخضراء، ولكن مع تقليص نسبي للمكاسب الصباحية ليغلق المؤشر عند مستوى 13405 نقاط وبنسبة صعود بلغت نحو 0.7%. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعينية ارتفع بمقدار 0.91% ليصل المؤشر إلى مستوى 710 نقاط بختام التعاملات نتيجة للاتجاه الشرائي من جانب صغار المتعاملين. المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر EGX100 ارتفع بمقدار 0.69% ومسجلا 1603 نقاط. هذا الصعود الجماعي لجميع مؤشرات البورصة اليوم جاء نتيجة للاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات، يضاف إلى ذلك أيضا الصعود من جانب بعض الأسهم القيادية كان داعما للاتجاه الصعودي لمؤشرات البورصة على مدار جلسة اليوم. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لأكثر الأسهم ارتفاعا ففي المرتبة الأولى جاء سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بمقدار 9.32% صعودا، الألومنيوم العربية في المرتبة الثانية بمقدار 8.35% صعودا، مصر للألومنيوم في المرتبة الثالثة بمقدار 8.3% صعودا، النصر لصناعة المحولات في المرتبة الرابعة بنحو 7.27% صعودا، وفي المرتبة الخامسة سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بمقدار 7.25% صعودا. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء الأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى سهم أكرو مصر للشداد بمقدار 5.37% تراجعا، الخدمات الملاحية والبترولية بمقدار 4.76% تراجعا، الأسكندرية لأسمنت بورتلاند في المرتبة الثالثة بمقدار 4.21% تراجعا، شركة مستشفى كيلو بطرة في المرتبة الرابعة بمقدار 4.12%، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير في المرتبة الخامسة بمقدار 3.14%. ومن أداء الأسهم صعودا وهبوطا اليوم إلى فئات المستثمرين، فالمتعاملون المصريون نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 73.7% من إجمالي التعاملات، وبصافي بيع وصل إلى مستوى 71,649,000 جنيه. في مقابل ذلك اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء اليوم بنسبة استحواذ وصلت إلى 6.64% من إجمالي التعاملات، وبنسبة استحواذ بصافي شراء وصل إلى 12,424,000 جنيه. وبالمثل اتجهت تعاملات الأجانب أيضا نحو الشراء اليوم بصافي شراء بختام التعاملات وصل إلى مستوى 59,224,000 جنيه، وذلك بنسبة استحواذ وصلت إلى 19.65%. على الرغم من هذا الصعود الجماعي لمؤشرات البورصة عقب عدة جلسات متتالية من التراجع الجماعي، لأن مستوى السيولة اليوم لم يشهد
تغيرا مقارنة بتعاملات الأمس والأول من أمس من حيث التراجع النسبي في مستوى السيولة. فبختام تعاملات اليوم وصلت السيولة إلى مستوى 699 مليونا و768 ألف جنيه، وذلك بحجم تداول وصل إلى 244 مليونا و94 ألف سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 24 ألف عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها خلال جلسة اليوم وصل إلى مستوى 181 سهما، ارتفع 95 سهما وتراجع 57 سهما، وشهدت جلسة اليوم أيضا ثبات قرابة 29 سهما. أيضا نتيجة لهذا الصعود الجماعي فقد ربحت الأسهم اليوم قرابة 3 مليارات جنيه، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقي إلى 708 مليارات و848 مليون جنيه. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فبالنسبة للقطاعات التي اتجهت نحو المنطقة الخضراء وشهدت صعودا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 128 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 84 مليون سهما. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 93 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 67 مليون سهما. أما بالنسبة للقطاعات التي استقرت داخل المنطقة الحمراء اليوم فلم يتراجع سوى قطاعين. في المرتبة الأولى جاء قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 43 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 27 مليون سهما. وفي المرتبة الثانية والأخيرة جاء قطاع الرعاية الصحية وأدوية بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 10 ملايين جنيها وبحجم تداول بقرابة 3 ملايين سهما. نعم، مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية، دائما شكرا جزيلا لك مينا.